مشاعر إنسانية وحفاوة وترحيب وضيافة وكرم في رحلتك إلى الصين وفي رحلتك إلى دبي؟ في رحلتي إلى الصين يعني كانت يعني الانطباع الجميل هو في كازاخستان. جميل. يعني رغم شساعة البلاد، يعني كازاخستان قضينا بها حوالي شهر، وقطعنا بها مسافة يعني تقارب 5000 كيلومتر. نعم، لأن بلد شاسع، ويعني بلد شاسع ربما 4 إلى 5 مرات من مساحة المغرب، ويقطن به حوالي 15 مليون. يعني كنا في بعض الحالات، يعني كل 100 كيلو مواطن. نعم، كنا في بعض الحالات يعني 200 كيلومتر بدون أن ترى أي أثر لمتجر لإنسان، كنا نرى فقط الجمال البرية والأحصنة البرية. ويعني هذا يعني، ولكن رغم قساوة التضاريس والمناخ، ولكن الناس كانوا يعني ودودون، ويعني تلمس فيهم تلك يعني البداوة. وعندما نقول البداوة نقول الكرم. يعني جميل. يعني أتمنى من الله أن يكتب لي يعني زيارة هذا البلد مرة أخرى. وفي المقام الثاني، يعني الأتراك كذلك هم ودودون، يعني إلى درجة لا يعني ودودون، و يعني الثقافة الإسلامية يعني حاضرة فيهم يعني. جميل.